المعروف أن هواتف شركة أوبو صبحت مؤخرا من الهواتف الأكثر استعمالا في المغرب، وهذا راجع بالأساس الجودة والمميزات ديال هاد الهواتف، بالإضافة للسعر اللي غالبا كيكون في متناول الجميع وكيتعتبر من الفئة السعرية المتوسطة، ولكن مع مميزات ربما كنلقاوها غير في الهواتف من الفئة السعرية المرتفعة. وأفضل مثال على هاد الهواتف الجهاز الجديد اللي تم إطلاقه مؤخرا أوبو F7. نتعرفوا أولا على محتويات العلبة ونمروا من بعد مراجعة سريعة لهذا الجهاز. أول ما نفتحوا العلبة نلقاو الهاتف بطبيعة الحال. كتيب طريقة الاستعمال والتعليمات، كوفر ترونسبارون من السيليكون لحماية الهاتف، كابل ميكرو USB، شاحن أو شارجور، وأخيرا السماعات. أكثر حاجة يقلب عليها أي مستخدم في الهواتف الذكية وهي التصميم، وهذا الشيء اللي مغفلاتش عليه شركة أوبو في هذا الجهاز، بحيث أن الهاتف عنده مظهر أنيق ومصنوع من البلاستيك المقوى، وهذا الشيء اللي كيخليه ياخذ شكل الزجاج في اللمعان ديالو بوزن خفيف اللي ما كيفوتش 158 غرام، أما الطول فهو 156 ملم مع عرض ب 75.3 ملم وحواف منحنية بسمك 7.8 ملم. أوبو F7 متوفر في 3 الألوان وهي الأحمر الفضي والأسود. من الناحية اليمنى لأوبو F7 كاين منفذ لشريحة اتصال من نوع نانو سيم، زائد مكان لبطاقة تخزين يمكن توصل ل 256 جيجا، وأيضا أهم زر في الهاتف اللي هو زر الباور للإشارة، يمكن لنا نستعمل 4G في البطاقتين معا. أما الجهة السفلى نوجد منفذ السماعات وحدها ميكروفون المكالمات ومنفذ USB وأيضا السماعات الخارجية للهاتف. أما من الخلف كاين الكاميرا والفلاش ليد، ومن تحت منهم مستشعر البصمة. بالنسبة لمواصفات العمل هاتف أوبو F7 فهو كيجي مع بروسيسور ميديا تك هيليو P60 بتكنولوجيا تصنيع 12 نانومتر، الشيء اللي كيعني استهلاك أقل طاقة ومدة استعمال أكبر للبطارية، وبالمناسبة في البطارية قوية وفيها 3400 ملي أمبير. هاد القوة كافية تخليك مثلا تشغل الموسيقى لمدة 33 ساعة بدون توقف، أو مشاهدة مقاطع الفيديو لأكثر من 13 ساعة، أو استخدام الألعاب لمدة تزيد على 8 ساعات بدون توقف. وبالرجوع للشاشة، F7 كيحتوي على شاشة من نوع LTPS IPS LCD بحجم 6.23 بوص وبدقة Full HD Plus أي 1080x2280 وأبعاد 19:9، اللي كيميز الشاشة هي زوايا الرؤية الجيدة، أما الألوان فهي مريحة جدا للعين. ميمكنش نتكلموا على أوبو بلا ما نتكلموا على السيلفي، فمن المعروف أن الشركة كتعطي أهمية كبيرة للسيلفي وهي رائدة في هذا المجال. الكاميرا الأمامية اللي في أوبو F7 كتجي بدقة 25 ميجا بيكسل، وحاليا هي أقوى كاميرا أمامية في السوق المحلية والعالمية. هذه الكاميرا كتجي مع مستشعر HDR من نوع سوني، وهذا الشيء كيساعد المستخدمين أنهم يلتقطوا صور بجودة عالية جدا كيف ما كيشوفوها بالعين المجردة، ولو في ظروف إضاءة غير جيدة. أما الكاميرا الخلفية فهي بدقة 16 ميجا بيكسل. من المميزات ديال هذا الجهاز هي توفر على جيل ثاني من خاصية الذكاء الاصطناعي اللي كيساعد على أخذ صور احترافية جدا بفضل تقنيات حديثة بحال الـ AI Beauty 2.0 والفيفيد مود والواقع المعزز اللي كيخلي المستخدم يستعمل ملصقات وديستيكرز بحال سناب شات. أما بالنسبة لنظام التشغيل، أوبو F7 كيجي مع آخر نسخة من نظام أندرويد أوريو 8.1، أما واجهة المستخدم فهي بنظام كولور OS النسخة الخامسة، وهو نظام بالمناسبة مطور من شركة أوبو، واللي كيميزه هو استخدام الذكاء الاصطناعي وتوفيره لعدة خصائص للأمن. فمثلا يمكن استخدام مستشعر البصمة الموجود خلف الهاتف، وهو سريع جدا ويمكن نسجل فيه حتى 5 بصمات مختلفة، وأيضا يمكن لنا نفتح الهاتف باستعمال تقنية الفيس ID واللي هو أيضا سريع جدا وكيتعرف على الوجه بسرعة. أوبو F7 متوفر في إصدارين، الأول بحجم 4 جيجا في الرام مع 64 جيجا كمساحة تخزين، أما الثاني فهو بحجم 6 جيجا في الرام مع 128 جيجا كمساحة تخزين. وللتذكير فقط يمكن لنا زيادة مساحة تخزين عبر الكارت ميموار حتى 256 جيجا.